انا شايفه جاي على ناحيه عمود سيد عمود نتيجه ان انت ما حطيتش هنا. يعني انت الوقت عمال في ايه تحت؟ هو لو فتحنا فين بس هنا في لوح لوح ولا حاجه؟ لا لوح ولا حاجه. اتفق على مسافه 22 كيلو متر اجمالي مسطح القريه 800 فدان بمواجهه 1900 متر طولي في عمق 1800 متر طولي. مكونات القريه 1069 مسكن ريفي. الاسبوع الجاي ان شاء الله كل ده هيبقى من ورا ده. عشان ممكن تطلع قدامنا كل ورا كان يطلع على السفين دول يكونوا صابوا هناك. دول طلعنا من قدام يلا قدام محمد.